بالنسبه للمقابله ديال اليوم راه كانت صعبه. فريق اللي حسن التعديل اللي تنعرفو كل ما تيدربش كاين فريق الوداد الرياضي اللي كذلك عنده عياء كبير على اللاعبين اتضح اليوم تقريبا راه كاين راه شفنا العملو وشفنا عده لاعبين كنا حاولنا نهزو من لوريتم شويه باش نديزيكيليبريو فريق حسنية أكادير لأن عرفنا بأن شحال هذا ملعب وكاين عنده موقع كومبيتيسيون ما استطعناش لأن كنا لعبنا بواحد الريتم شويه منخفض لكن دوزيام ميطون شفنا عدة فرص ما كناش موفقين أنا أكيد بأن اللاعب اللي تيكون مطالبو مثلا كاين واحد شويه ديال العيا أكيد بأن غادي تأثر على التركيز ديالو ولكن نقطة في أكادير في الظروف اللي عشناها فتنظن بأنها إيجابية نتمنى إن شاء الله في باقي الدورات التحاق ديال بعض اللاعبين اللي غادي يكونوا إن شاء الله جاهزين 100% كما أكد عليها السي فوزي أنا دائما تنصحت في المقابلة اللي فاتت ولا هذه المقابلة وجميع المقابلات السي فوزي تأكد على المجموعة وعلى جميع اللاعبين نتمنى إن شاء الله في باقي الدورات نكونوا أحسن بدنيا لأن فريق كما شاف الجميع اليوم بأن خلقنا عدة فرص غير ما كناش محظوظين نتمنى إن شاء الله يحفظ يكون جانبنا في باقي الدورات إن شاء الله وبعد ما تفوتنيش المناسبة باش نشكر السي نجي البلاكي وكذلك طلال وللإخوان جميعا لأن جاو التحقوا في اللاعبين ويعني وبأن كانوا بجنبنا تقريبا هذا الأسبوع كله كذلك التحق ديال الفورمو فطمئنوا اللاعبين وكانت اشياء ايجابيه نتمنى ان شاء الله نكونوا عند حسن ظن جمهور الوداد الرياضي ان شاء الله.